طيب محمد الحربي على الهاشتاج يقول سؤال لابو فهد، كم كان ياخذ على وقته؟ قاعد يحاسب لك على موضوع مكافآت الحكام. والله يا ابن الحلال كنا بالنسبه لحكم الدرجه الاولى كان ياخذ 300 ريال، وحكم الدول ياخذ 400 ريال، وياخذ 30 ريال مواصلات داخليه، وياخذ 300 ريال اعاشه، وياخذ تذكره سياحي. الان ياخذوا بزنس. لا 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 استنى، قال تعد لهم بزنس. عد 300 ريال المكافاه. لا لا 300 اعاشه. 300 هذه عاشه. طيب و400 مكافاه. و400 مكافاه للمباراه. 30 ريال مواصلات داخليه. 30 ريال؟ اي نعم. الله يا يعني من المطار للملعب. اي تروح بس ترجع بمشي. طيب هاي مواصلات. التذكره سياحي. التذكره هي مش مشكله. لا يعني لا دحين عمل يدهم بزنس. ما عليه يا شاتر على الحسد. طيب مو 700 اللي عمل تحسبها بالورق والقلم. يعني 730 ريال. هذه كابتن سمير انت على وقتك بتاخذ كم؟ كانت المباراة بدأت ب 100 ولغاية ما وصلت لغاية 3000 جنيه. دلوقتي المباراة ب 7500. دبل يعني دبل وشوية. طيب عموما انت عارف بس في حاجة عاوز اقول لك. كابتن فوضى قول لي المجموع كم دلوقتي، انت حسبت المجموع كم؟ 730 200 دولار يعني. من كم سنة؟ من 40 أيام سنة. ايام الجنيه الجبس. ايام 40 بالضبط. ايام ما كان بس ايام ما كان يشتري شقه بس كان كانت فيها البركه يا ابو سمره. طيب كل الفلوس فيها بركه. فكونا